أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم إعادة فتح موانئ سفاجة والغردقة والعين السخنة عقب استقرار الأحوال الجوية. وقال المتحدث الإعلامي للهيئة إن موانئ السويس الزيتيات والأدبية وبورت توفيق تشهد انتظاما في الملاحة البحرية وحركة دخول وخروج السفن بعد أن قررت الهيئة استئناف العمل بها أمس عقب تحسن الطقس.